شباب. هلا ايش بدنا ناخذ؟ نوع ثاني من انواع الكونسترينتس والرولز. نوع ثاني اخذنا ايش احنا لحد هلا؟ بس اليونيت. بدنا ناخذ شيء ثاني مهم، بس لاحظوا بدي اذكركم بشغله، انه لما بدي ابني كونسبتوال سكيما، بدي اعمل موديل لانفورميشن، شو اول شيء ببدا؟ طلع الاكزامبلز الموجوده، بحولها لمنتري فاكت تايبس، كلنا من مصطفى جرار تيش نولج انجينيرنج ل بيرسون مصطفى جرار تيش كورس فور بعدين برسم هذول الفاكتس كلهم، لازم بس لازم يكون المنتري. بعمل كومبينيشن للانتيتي تايبس مرات، لانه ببين في اشياء بتكونش كومباين. بعدين بضيف هيك، انتو دائما اي لما تشوف ريليشن، لما تشوف ريليشن شو بتساوي؟ يعني في دائما لما ترسم رسمتك، بعد ما ترسم على كل رول بتسال حالك بده يونيك ولا لا. اول شيء بتلف عليهم انديفيدجوال، اول شيء على واحد 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 واحد، بعدين عليهم كلهم، بعدين في اكسترنال، بعدين تسال حالك سؤال شو هو المانديت، شو المشكله بهذا التيبل يا شريمان؟ Any problem with this table? Patient number, patient name, or phone? مو ما فيش هون. ما فيش في عندك شو اسمه؟ ناقص. إيش ناقص؟ رقم. فيش إيش ناقص؟ في رقم ناقص. رقم الفون. شو ما عنديش فون. Unless it is mandatory. شو الإشي الماندتوري هون يا؟ كنت فين والله؟ كنت فين؟ شو الإشي الماندتوري هون؟ كل رقم هلا لا له رقم رقم فيش بيرس فيش بيشن او فيش بيشن بدون اسم، بس ممكن يكون بيشن. هلا هيك نرسم صح مزبوط، نرسم هاي. هلا شو الفرق بين هاي وهاي؟ انا بقول لي وليد الاولى ما كانش عندنا مشكله لما كانش البيشنت نايم، بس الثاني لازم يكون البيشنت نايم. هون مش هون، يعني لو شفنا هاي نال فيش مشكله. ليش؟ لانه مش مانديتوري. هون شو معنى مانديتوري بالانجليزي؟ الزامي بالعربي اجباري. فما هون الاسم اجباري، لاحظوا انه اذا ما فيش باي ديفولت ات از اوبشنال. فكل فانا بتطلع على هون بقول هل هاي اوبشنال ولا مانديتوري؟ كل شيء لما اعمل الموديل بفحص واحد 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 مانديتوري ولا اوبشنال، فهي معناها هيك بنرسم الاوبشنال. اي سوري مانديتوري. في ضغط بتعرفوا بالطول، في حدا شفتكم منكم عاملها؟ دربوا حالكم لحالكم، انتم حرين. دربوا حالكم كيف ترسموا المانديتوري. انا عاده بعلمش طول ولا بفتح طول هون المره. فأنا شو بقول؟ إنه بفحص على إذا مانديتوري بحط مانديتوري. شو معنى المانديتوري هاي يا إسراء؟ هاي معناها إنه كل بيشنت كل ايتش بيشنت له على الأقل له على الأقل اسم واحد. هيك معناها إنه كل بيشنت له على الأقل اسم واحد. على الأقل بس ممكن أكثر. شو اللي بنعمل على الأكثر؟ يونيكنس. هاي اللي بنعمل. شفتوا؟ uniqueness ما mandatory واحد، يعني انه بتعطيك فقط واحد. طيب. So by default all roles are optional. How can we say that a role is mandatory؟ زي؟ طيب. هل نحط هون انه الفون نمبر mandatory؟ لا. ليش لا؟ وليش لا؟ احكوا يلا. في ناس مش عندهم. في ناس مش عندهم. علي صوتك. تليفون.
تليفون. في ناس مش عندهم تليفون. طيب ترى ممكن سؤال طبعا. شوف احيانا يعني بنمشي على الكومون سنس، يعني بنشوف منطقيا في الحياه ممكن ولا لا، واحيانا بنفترض افتراضات من عندنا احنا لما نعمل هذا سؤال موديلنج. يعني هل هو وعمار هون كان خليته هو اللي يجاوب؟ عمار مش هون، انا بدي اجاوب. وليد اولي يعني انت سؤال، يعني انه انا احط له قاعد يمشي عليه. خلينا نحط السؤال، بقول لك شو انتم مزاجيين كل مره بتقولوا حسب الحالة، ومرة بتقولوا حسب السنس تبعك، ومرة حسب لما نحط رول، لما نحط كونسترينت. حسب شو بنقرر نحط كونسترينت ولا لا؟ شو حسب الفاكتس اللي عندي بالاصل اللي انا قعدت ابني هالموديل اللي عندي. حسب الريال كيس. شو حسب الريكوير؟ شو يعني حسب الريال كيس؟ حسب الريكوير حسب الدومين اللي ها؟ حسب الريكويرمنتس اللي عندك. حسب الريكويرمنتس شو يعني حسب الابلكيشن؟ بنسميها حسب الابلكيشن ريكويرمنتس. الابلكيشن دومين في البنوك بحطوا شغلات وفي المستشفى شغلات لا، وفي الجامعه شغلات وهناك شغلات لا، حسب الكيس اللي بتكرر. هلا هذا لعلم، هذا لما بنساوي داتابيس. هلا خشواي وفي نهايه الماده لما ناخذ اونتولوجي بنصير ندرس حسب الواقع. هي نفس الواقع. في الواقع كل واحد له اسم. لا في الواقع كل واحد له حسابين، يعني ما هي نفس الشيء. هاي الواقع. لا في الواقع. الواقع مشكلة. في الواقع مش الواقع الصدفي. إنه أنا ممكن ما لوش اسم عادي، في شيء في مشكلة أو إلي اسمين. كمان كيف واحد لوش اسم يعني؟ هل بالواقع؟ بيجي لحاله؟ لا لا مش بيجي لحاله. لا لا هلا لاحظ في فرق بين انه في اشي انا مثلا زي الاسم هو بالواقع. بالواقع وين الواقع؟ الواقع في الحياه النيتشر، مش احنا مرات بنصطلح على اشياء. في النيتشر في الطبيعه انا ما ليش اسم، صح؟ ممكن انولد او ممكن اغير اسمي، يعني اسم مش جزء مني، بس ايدي جزء مني، تفكيري جزء مني، عيني جزء مني، شعري جزء مني. بمعنى او حتى في يعني في اشياء بنقسم الخصائص لنوعين، بنقول في خصائص جوهريه وفي خصائص عرضيه. في شيء جوهري وفي شيء عرضي. هلا شيء عرضي انه انا لي اسم، بس مش شيء عرضي انه لي عينين او على الاقل لي دماغ. إذا أنا بتغير دماغي بصير إمالي شخص آخر، بس إذا بغير اسمي بظل نفس الشخص. فالواقع المهم مش على كل حال، يعني في الأنتولوجي إحنا بنكرر حسب الواقع. طبعا الموضوع سبجكتيف، وليش الأنتولوجي فرع من فروع الفلسفة، وليش أنا بشتغل مع أستاذ جمال ظاهر فيلسوف. فيلسوف ليش نيكولا غوارينو فيلسوف؟ ليش ليش ليش؟ فهمت علي؟ فاحنا طلعنا من الكونسبتوال الفلسوفيكال لاحظين كيف؟ جاوبتك؟ هلا انا بسال سؤال لديما، ليه ما حطيناش هون مانديتوري؟ او سوري هون، لأنه الـ patient name مش entity، الـ patient name هي value. شو يعني؟ الـ value بكونش عندنا هيك value طايرة بالهواء، الـ value بدها يكون مرتبطة بإشي. يعني هل في value هيك؟ شو معناها؟ شو معناها؟ إنه هون أحط mandatory أو optional. شو معناها؟ إنه هل في اسم مش لشخص؟ أضرب لك مثال ثاني. هل في بالبنك رقم حساب مش لشخص او لشركة؟ لا لا، اذا لازم يكون مانديتوري. اذا هاي لازم مانديتوري. يعني شو معناه اني احط مانديتوري هون؟ انه عشان امنع وجود فاليو لا ترتبط هون. هلا شو معناه احط هون؟ انه انا بقول انه في اشخاص في الغرفة هاي، اشخاص وفي مجموعة من الاسماء، وبقول كل واحد مجبور يبكاله اسم من هاي الاسماء، مزبوط؟ يعني هون في
مجموعة وهون في مجموعة، إني أحط مانديتوري هون معناها إنه إجباري إنه عنصر من عناصر هذه المجموعة يرتبط مع عنصر من عناصر هذه المجموعة. طبعاً يرتبط مع أكثر من عنصر اللي بحدده اليونيكس، بس إنه يرتبط أو لا يرتبط يا منى شو اللي بحدده؟ مانديتوري. فمن هاي الناحية معناته كل اللي في المجموعة هاي لازم يبقى لهم ارتباط بالمجموعة الثانية. هلا عندي مجموعة من الأسماء، هل إجباري إنه كل الأسماء الموجودة عندي ترتبط مع أشخاص؟ أو هل إجباري إنه كل مجموعة الأرقام تلفونات؟ أو هل في رقم تلفون مش لحدا؟ كيف لا؟ يعني معناته كل الانتباه لازم تكون مادته، لازم في ما فيش لا لا كل نمبر يكون حدا مربوط حدا، كل اسم يكون نمبر. هل في اسم هيك؟ هبل شو اسم شخص باك بقول لكم حساب يعني كيف صارت مثلا، او اسمك شخص بتقول لكم هويه مثلا ما في. ايوه جواب، شو الجواب يا اسراء؟ الجواب انه لازم نحط على الانتيتي مش على الفاليو. عجلتين؟ لا نحكي هون حطينا. هل قصدي نحط هون ولا ما نحطش؟ عبير هي اصلا كانها اصلا تكون محطوطه. منى هاي تفضلي. انا بحكي انت حكيت انه المانديتوري عندك في البيشنت انه لازم كل واحد بهاي المجموعه يرتبط مع البيشنت نيم، يكون له بيشنت نيم. هلا انت حددتها بيشنت نيم اسمك كالفاليو، انت حطيت بيشنت نيم ما حطيت نيم، اذا لازم البيشنت نيم يرتبط مع البيشنت نيم. لا لا افرض انه هاي نيم مش مهم. لا يعني في كيس انا فهمتك، بس الجواب شو هو يا عبير؟ بقول انه اصلا فيش اسم له الشخص يعني هيك طبيعي، فيش اسم مش لشخص. او الجو... شو يعني؟ يعني باي ديفولت تكون باي ديفولت. اوكي بس مش هيك بنقول، بنقول دائما لما هاي فاليو يعني متقطعه باي ديفولت اتس مانديتوري، باي ديفولت اتس مانديتوري. لاحظ ليش؟ لانها هاي فاليو، ما نحط هاي فاليو، هاي مش انتيتي، هاي فاليو. دائما الفال دائما هون في مانديتوري، بس عشان انه دائما الفاليو في لها مانديتوري فباي ديفولت نحطها، بس هو باللوجيك مانديتوري. اه اذا قلنا اذا كان لا بشو حكينا انه الفون نمبر مش مادتري وكان في واحد فاضي وحكينا فيش مشكلة طبعا حط انه فاليو لا حكينا لا الفاليو كفاليو مش عادي انه هاي كانت فاليو انه قصدنا ان هاي الناحية هان تنتمي لهان يعني وكأنه انت طول واحد اثنين ثلاث وآدم وبراون وكولينز والأرقام هنحطهم هيك برا وكول وربطهم مع بعض ممكن يكون في بيشن مش مرتبط برقم تلفون، بس هنا كما يمنع. طيب إذا كان في رقم لازم، بس إذا كان في رقم تلفون ضرورة يرتبط بشيء ثاني موجود. هذا شو ترفع نمبر مش نمبر شو نطري في يعني أنا ماليش رقم، أنا ممكن يكون ما يكونش رقم تلفون بس مش ممكن يكون رقم تلفون مش لحدا. anyway دائما لما فاليو معناته ماندي بس بنحطهاش هيك. طيب هلا كمان مرة شو معنات هاي يا شريهان؟ إنه رول R is mandatory for the population of A. شيك معناها each instance of A of type A that is recorded in the database is also recorded to play R. يعني لازم كمان يعني إذا في عنا A في الداتابيس لازم يكون في تيبل معين بخلي A ترتبط مع R بالاتجاه الآخر. هاتوا نتفرج هون. How can we decide to make a role mandatory؟ هاي مثال اللي هو أنت استعجلت واللي هو أنا بكير حط. هلا applicant واحد يقدم طلب is of يعني applicant has مش is of has 6 ها و A و has facts و has holds degree أو holds degree. هلا في حدا في الطبيعة مالوش جنس؟ لا إنه ذكر أو أنثى؟ لا
او شيء ثاني مش مشكله، بس له جنس، له جنس. هلا بس باي تشويس انه ايش اوكي انه له ديجري، ممكن واحد معهوش شهاده. يعني اني احط هاي ولا ما احطها، اني احط هاي ولا ما احطها، شو حسب الحاله، حسب الابلكيشن تبع. يعني اتس اور تشويس، بس مرات هاي في الواقع ما ممكن احطها. لاحظ بس ممكن يجي يقول لك هذا يعني في ماندتوري بير ابلكيشن، في ماندتوري بير نيتشر. المعرفي طيب، المعرفي من خلال كديش لابلكيشن معين، المعرفي عامه بدون ابلكيشنز. مزبوط، احنا بنعمل انفورميشن او نوليدج انجينيرنج في الكورس هذا ان جنرال والسبيسيفيك. قاعدين بدنا نطلع شو الجنرال شو السبيسيفيك، بس عشان نعرف شو الجنرال شو السبيسيفيك. هلا نيجي هون انه بس ممكن يكون عندنا في حالي بدنا نبني ابلكيشن في البنك انه يكون الجندر او السكس ماله مش مانديتوري، وهاي والديجري اللي هي باي يعني تكون مانديتوري. هلا مين بحدد؟ حسب دارة البنك شو انت لايش قاعد تعمل موديلينج. هيك بالضبط الجواب. ليه كيف انت بتحدد انت شو بدك تعمل موديلينج؟ بدك تعمله الابلكيشن ولا بدك تعمله لا للحياة؟ فحسب انت ايش بتعمل، هذا هو اللي بيحدد شو تساوي. اوكي هذا هو اللي هو يعني ريكول، تذكر الديسكشن تبعنا اللي عملناه بداية الكورس، شو كنا؟ كونسبتوال داتا موديلينج فيرسس كونسبتوال موديلينج انجينير. لما نعمل داتا احنا حرين شو نسوي، فلما نعمل كونسبتوال موديلينج في الواقع احنا ما نقرر. ها فا it is a role in if a role is mandatory in the real world it may be optional in a certain model. يعني على اليمين غلط؟ جاوبي يا شريحة. لا اليمين غلط. لا مش غلط. حيرتي. أنا بس أنا بقول أصلاً. بس مش لطيف إنه هيك نطلع من ال real world. كثير اليوم ابلكيشن فورم بتروح تعبيه الناشوناليتي تبع الناشوناليتي تبعتك والعرق واللون و اوبشنال. اصلا في ناس بمنعوا انك تحطه في الابلكيشن خوف من تمييز العنصر. فلاحظ انه كيف الابلكيشن في الابلكيشن هذا ما بدناش اياه، بس بالواقع مبلا فيه تكنيكال. يعني مثلا انا بعطيك شغله، لما تسجل اسماء الحجاج بتقول له تحط الديانه مثلا، وعم تروح تحج مش مسلم. بس ممكن الديانه تكون موجوده بس نجاوبش عليها. اه زي مثلا زي ما ماكو مضبوط زي الديانه 100%. والباي نيتشر مش شرط كل الناس مدينين بس راح حج بس هسه مو مسلم لما راح حج. طيب هلا نيجي لا شيء ثاني هذا ندرس هاي. منقول إنه معنا عضو كوشيز أتيم وغليس فور أتيم was born in a date و joined on a date. التيم هذا تيم إلو مجموعة سكورز يعني نجمعها. قلنا إنه الممبر هذا مانديتوري نعرف وين بأنه تاريخ انولد وبأنه تاريخ انضم للفريق هلا طب هل ممكن يكون ممبر في تيم ومش شرط يكون عضو في التيم؟ يعني كوشز او بليز فور تيم؟ ممكن
واحد يفهم واحد يفهم شو اللي ناقص هون؟ ناقص إنه نقول إنه أوكي الممبر he joined the team بس هل هو لازم إذا مشترك بالتيم لازم يكون يا إما كوتش للتيم يا إما عماله بيلعب بالتيم بس هون محتمل كيف يعني حلق. كيف يعني فسرين يعني مستحيل واحد يكون بقلب التيم هذا إشي مش موجود هون مستحيل إنه واحد يكون بقلب التيم عضو في التيم عضو في التيم وما يكونش لا بيلعب بالتيم ولا بيدرب التيم لازم يكون واحد من التيم بس هون العكس تماما بس هون مش مجبرين إنه مش مجبرين حدا يعني محتمل حدا يعطيه ممكن يكون التيم فاضي هون أو إله أعضاء إله أعضاء بس لا بيلعبوا ولا لا بيلعبوا لا بيدربوا ولا بيلعبوا معه إداريين كوش إذا إحنا كنا بس أي واحد بيدرب بيلعب لازم يكون في التيم لازم شو اللي لازم هون هيك إحنا مندور على شو اللي لازم شو هو اللي مندتري هاي وهاي صح هنيك المندتري إذا كانت هاي موجودة إذا كانت هاي نطنال هذيك لازم تكون مندتري إذا كانت هاي مانديتوري هاي ممكن تكون اوبشنال؟ لا يعني ممكن بس بليز فور تيم تقبلوا انه يقعدوا في التيم إذا بس بلعب بالتيم؟ بصير بصير يا أنا؟ بلعب بالتيم ما كنتش عضو في التيم بصير كيف؟ أصلا لا يا كوشيز يا جون يا بده يكون كوش يا بده يكون بلاي يعني مستحيل واحد يكون كوشيز في نفس الوقت بليز هذا مستحيل يكون في التيم يعني فإحنا ومع ذلك اثنتين مانديتوري عند الشخص اللي بده يكون موجود في التيم شو أساوي؟ كمان مره ما يمشي كل ثاني في كوشز معنا والله ضليتك هاي التقاطع اللي بكون فاي هاي المره شفناه زمان هل هيك تصور لا احنا هون مانديتوري بس كيف شو المانديتوري اتليست واحد انه يا يلعب يا يدرب شو رايك يا منان موافقه يا يلعب يا يدرب او الثنتين بصير لا اتليست لا هو مدرب صار مستحيل اذا المدرب يلعب مستحيل لا صارت صار صح وليد سال وليد وليد تاع الالعيب كابتن هو لاعب مثلا وليد فبصير بصير بس شو اللي مانديتوري لازم يكب واحد من الاثنين واحد من الاثنين فلحالها هاي لو بصير نحط مانديتوري هون لا نحط المانديتوري بين تنتين هيك بالطريقة هاي هاي شو معناها؟ وجود أحدهما يلغي يلعب مش يلغي لا يلغي لا يلزم بالوقت عدم وجود أنه أحدهما يلزم الوجود يا بتلعب هاي يا بتساوي هاي يا هاي يا تنتين مع بعض وعلى فكرة بتقدر تحط كمان على ثلاث وعلى أربعة إذا بدك زي اليونيكنس هاي إكسترنال مانديتوري أو بسميها disjunctive mandatory أو بسميها external mandatory disjunctive disjunctive يعني فيها or هاي or هاي أو تنتين how to say that it's mandatory for each member to play to ايش yeah plays for أو coaches a team or both So we cannot have both roles optional. At least one role should be played. هلا. فهاي شو معناها نقول؟ Each member coaches or plays for both. طيب. كيف برسمها؟ نحكي على الرسم. Syntax. يا برسمها بالطريقة هاي. تلاحظوا هاي. بقدر أجيبها هون. ما فيش مشكلة. فاهمين. وبقدر أحط هيك. لما تشوفوا هاي معناته واحده او انه يا هاي يا هاي يعني مش انه تقول لي ثنتين مزبوط واختصرتهم لا يا هاي يا هاي يا هاي اذا بدي احط هاي ماندتوري وهاي ماندتوري هاي تيجي هون وهاي تيجي هون لحال بس اذا ثنتين مشبوكات وعليه ماندتوري معناته يا هاي يا هاي هاي او كلام او كلام مزبوط صح طيب واضح هاي كل مفسرنا طيب هاي شو معنى شو معنى هاي المانديتوري كنا بيرسون بيرسون بيرنت اوف سلاش تشايلد اوف شو معنى هاي يا ابن يا ابن يا اب يا فنتين بالضبط each person must be a parent or a child or both sorry.
كيف ديو كابوث يعني؟ كيف ديو كابوث؟ سيد اسرع كيف ديو كابوث؟ كيف ديك ابن ولد بنفس الوقت؟ How to say عنا هاي subject في إله discipline سنة سوري أنا بدي أرجعكم شوي على ليونيكس نكمل شغلة هسه ليونيكس يعني عمل switch لفترة قصيرة بس ليونيكس هلا في عنا subject is in discipline موجود في فيلد معين يعني ممكن نقول engineering بعلم الفلسفه او بعلم الكمبيوتر والسبجكت is at year level بانه مستوى والسبجكت just has a number subject number او serial number how to say ان الكومبينيشن discipline والير ليفل والسيريال نمبر is unique for each subject كيف هاي نسويها يا مؤيان؟ لو جمعنا هاي في نقطة واحدة. لا أنا نركز. شو جواب شو سؤال هو؟ يونيك. إيش سبب؟ نقول ماندي دوري؟ لا. رقم ماندي. طلع. أحكي. ديما. بتالي external uniqueness على discipline year level and serial number. External uniqueness. طيب. The subject code might be generated from this combination. يعني إنه. أعطيني مش بس أعطيني لا لا وإذا بدك كمان حتى subject code زي مثلاً كيف بنعمل إحنا رقم الكورس مش جامعة كبير زيادة سوري السمستر. صفر زير كيف رقم الطالب واحد 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 السنة بلش كده رقمك. 10 52 10 أنا ببدأ بعشرة. وفي أكثر من واحد بعدين 52 90 هلا هو هذا عبارة عن كومبينيشن لأشياء في مخ المبرمج فلهون قصدنا نقول بما إنه هاي واحد اثنين ثلاث مع بعض يونيك وبهون ممكن يكون الكود يونيك شو ممكن نعمل جينيريت بس هاي تريك يعني ما مش Another example على الاكسترنال يونيكس انه عندي غرفه بقول انو بنايه وقديش رقم الغرفه بعطيك الغرفه مزبوط طيب هلا ليش احنا جنرال يونيكس عشانه هل لو هاي لو هذول مش مانديتوري يعني لما اقول انا ريفرنس نرجع للمثال اللي عملناه على اللوح انه عندي شخص قلت اسمه تاريخ ميلاده شو مالهم؟ بأشرع الشخص يونيك لشخص واحد إن كونهم يونيك لشخص واحد هذا الكلام لا يعني إنهم كي للشخص كي يعني بقدرش أستعمل إنهم كي أرجع لكم للمثال السابق ايوه شو اللي بدي اوصل له بمعنى اخر اذا بدكم في الداتا بيس بس انا حكيها في الداتا بيس وغير الداتا بيس هل لو عندي تيبل وحطيت انه هاي الكي يونيك بكفي انه يكون برايمري كي لا كالي ولي اسمك ولي خلص حكت شو طيب ماهر أما يكونش نال خدنا شو يقصد هو يا ولو شو جوابك يا أنس؟ لا منيك منيش يعني في عندي أنا في عندي كي مفتاح كي وفي عندي يونيكنس هل هم إيكوالنت إنه إذا إشي يونيك معناته بقدر أستعمله كي أما إذا كان نضمن إذا كان مانديتوري إذا معناته يونيك إذا الإشي يونيك زائد مانديتوري بصير كي بقدر أستعمله كي شو معناه هذا الكلام عبية؟ إنه مفاش نعمل إكسترنال يونيك إلا لا
يونيك. لا لا كانت كي لازم تكون مانديتوري. هلا الاكستر معناته انه الاكستر اليونيك ليس واحد من هذول، يعني لما اقول اسم الطالب وتاريخ ميلاده كي هذول ممكن يكون يونيك، بس مش فرض، مش مجبور انه يكون لك اسم وتاريخ ميلاد. هيك الابلكيشن. بس وين بدك تستعملهم كي؟ اذا كان مانديت، اذا كانوا ايش الاسم وتاريخ الميلاد اذا كانوا مانديت، اذا كانوا هذول الثنتين مانديتوري ممكن تستخدمهم كي مانديتوري ويونيك تاخذهم. اه بصير بس انهم مانديتوري لحال بكفيش، ويونيك لحال بكفيش. بس انت حكيت جمله دكتور ارجح. اذا كانوا مانديتوري مش لازم، مش ضروري يكونوا كي، ممكن يكونوا كي صح، بس مش ضروري يكونوا كي بالضبط. واذا كانوا يونيك مش ضروري ممكن يكونوا كي، بس مش شرط يكونوا كي، مش شرط يكونوا كي بالضبط الا اذا كانوا مانديتوري. يعني لازم يكونوا موجودات ولما ولازم ما يتكرروش. يعني لا يعني ما اخر شو كنا ممنوع يكون مثلا، اذا بدي اقول ممنوع يبكي في عندي طالب له نفس الاسم في نفس الماده، عشان استعمل اسم الطالب لكي معناته لازم ما يتكررش اسم الطالب، ولازم كل الطلاب كانهم اسماء. هلا لو الطلاب مسموح منهم كانهم مش اسماء وتسمع ما بقدرش استعمل اليونيكنس. يعني ابا ممكن اقول ممنوع واحد يبقى عنده يتكرر الاسم. اوكي بس هذا الكلام لا يعني فقط انه هاي صارت كي، بلزم كمان الشرط الثاني وكل واحد له اسم. يعني لازم يكون اسم فريد، ولازم يكون كل واحد له اسم، ثنتين مع بعض بصير كي. هاي نقطة. هلا بس هذا فعليا مش مطبق على مستوى الداتا بيس، هذا مطبق بحاله البرايمري كي، الفورين كي بامكانه يكون في التالي. انا بشتغلش داتا بيس هنا، انا ممكن اجاوبك انا خلص بدي اجاوب، بس انا بديش اشتغل داتا بيس المعده هاي، يعني شيء عرضي ان انا بروح عند الداتا بيس بس وضحت. انا مش لازم اجاوبها ليش يا اوليه، يعني هم درسوا داتا بيس. احنا نشتغل انفورميشن موديلينج عشان اطلعكم من عالم داتابيس اللي تعرفوه لشيء اوسع، وفلسف الاشياء بالطبيعه وبالاكس ام ال وبالار دي اف وبكل الداتا موديلز. مش لازم اضرب، مش لازم ارد على السؤال، وضحت؟ بس مجازا هات الربع سؤال. هيا عمو فضولاً فضولاً ايش كمان 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 لا ولا اشي. هلا انت الكي حكيت لازم يكون يونيك ومانداتوري صح؟ بس على مستوى مفاهيم الداتا بس هذا الحكي بنطبق بس على البرايمري كي. على الفورين كي بامكانه اول اشي يكون نال، يعني مش مانداتوري، والفورين كي بامكانه يتكرر مع انه اسمه كي. قصدها تقول انه اذا في عندي تو تيبلز وفي بينهم فورينكي فاجي على الكولن اللي بدي اربطه مع الكولن اللي بعده، ممكن هذا يكون نال. ها ممكن يكون نال، بس بقدر اضل كي لغيره صح؟ لا مش قصده هيك، لا مش كي. اه ولا لا هو ممكن يكون نال في هذا الكي. اه هيك يعني متعرف كي، بس بكون هذا هو يعني سوء اداره. انا بس انا بقول لك لا مزبوط في الداتا بيس تكنيكلي، لا مش مزبوط اذا الداتا بيس تسمح بس يو كان بكون خطا من الشخص الاناليست اللي عمل لان انا تجاوبيني على سؤال. روح اسالي اليوم طبقي حطنا انا ايش باشر. لا انت بتحط له شو اسمه الاونم عادي بياخذها. ماشي انت عارف انه في الداتا بيس مش شرط تحطي برايمري كي. بعرف. عارفه ليش؟ ما شو عملوا جوا الداتا بيس زي الاكسس. مش شرط تحط كي. برايمري كي في التيبل. مش شرط. بس هم عارفين شو بيساووا؟ جوا انترنالي بيعملوا كي للروم. فهي يعني بس من ناحية فلسفتها، من ناحية علم داتا بيس، لا غلط، لازم يبكى نار. مش نار. مش نار. مانديتوري. يعني حتى بتذكر انا شخصيا اصريت على البروفيسور اللي درست ماده الاو ار ام انه طب شو الفرق بين الماندتوري والنات نار؟
أنا أصريت إنه نفسهم. نفسه ما فيش فرق. هو أصر بكل لا. مش ضب. فشو كان نهاية النقاش؟ إنه أنا كنت أفكر ذا بيتس. طب افرض إنه مش ذا بيتس. كلمة نال ومش نال لا تنطبق. يعني هل بكون كل واحد لازم كان له اسم في الصف؟ كمصطلح بقول نط نال. كلمة مصطلح نط نال هذا بس موجود في عالم الداتا بيس. اوكي لما بنشتغل بس داتا بيس بجوز يكون لهم نفس المعنى بس احنا مش غير اوسع. طيب الاشي الثاني اللي بدنا نقوله الريفرنس. هلا دائما وابدا بحط ناقص 5 علامات من 10 اذا بشوف اذا بشوف اشي مش مقطع ملوش كي. اذا بشوف اشي ملوش كي كل انتيتي شو ماله يبكي لازم كالها ايدنتيتي. كل انتيتي الها ايدنتيتي. الايدنتيتي يعني كي. ايدنتيتي هو المصطلح الاحسن ايدنتيتي. بس قبل ما اورجيكم هاي الشغله هاتوا اسالكم سؤال او هاتوا نطلع شو الكي تبع سيتي. على فكرة بدي أشرح شغلة على اللوح. وكيف الواحد بيعرف إنه بيلزم سلايد أكثر زيادة أو ناقص في المادة؟ مزبوطش إلا لما يشرح. طلعوا علي. كان لازم تتفضل. أنا عندي هاد إيه وعندي مايها ريليشن مع زي هاتوا نأخذ مثال إنه في عنا بيرسون وفي عنا إلو إيش إلو مش نيم إلو مثلاً آي دي نمبر اللي هو رقم الهوية. عشان الآي دي نمبر يكون كي للإنتيتي بيرسون شو لازم يصير؟ أول إيش شو اليونيك؟ وين أحطه؟ على التلا بيرسون. تلا بيرسون هون مزبوط. طيب شو كمان؟ مانديتوري. لاحظ انه هاي باي ديفولت مالها؟ باي ديفولت. باي ديفولت. هلا خذها نرمز لهاي واحد. هاي عندنا رقم هوية. كل واحد عنده رقم هوية، طبعا ممنوع اكرر، ها؟ ممنوع احطه خير مرة واحد، مزبوط؟ طيب او هيك او هاتوا هيك. عندنا مجموعة من الناس 1 2 3 4 ومجموعة من الـ ID numbers خلينا نقول 1 2 3 5 6 7 2 4 8 9 1 5. هاي أرقام هوية صح؟ وهاي هاي مجموعة وهاي مجموعة مزبوط؟ هلا نقول الواحد واحد فيه بروح وين؟ واحد فيه واثنين تروح على واحدة فيه. طب هل ممكن أربعة تروح على شو اللي منعها؟ يونيك نس. ها؟ يونيك بس يونيكنس مش حدا بمعنى كيف يونيكنس؟ يونيكنس يعني بمعنى آخر بحط هون واحد سوري هون واحد شو قبلها؟ واحد اثنين ثلاث واثنين والله ما في شيء بمنعها 5 6 7 والله ما في شيء بمنعها خمسة ستة سبعة أعطوا يونيك أعطوا وأربعة على 5 6 7 5 6 7 ما في شيء بمنعها ثلاث ظلت ثلاث لأنه لازم مانديتوري وهاي يعني هاي في شيء لازم يلعبها ونفترض إنه في واحد مش موجود بكفي هذا ثلاث وين بتروح؟ على وين؟
على 2 4 3 حققنا اول شيء هاي كل واحد من هذول الها واحدة كل واحد من هذول الها واحدة لا لا هاي إيه هاي أنا بحكي على هاي ما عندي هاي حققنا إذا حققنا هاي حققنا هاي هاتوا ندرس هاي كررنا هون لا وشو رأيكم بس حط كمان يونيك على التاني يعني كمان أحط وين يونيك فهمتوا هسه شو معنى اليونيك من الجهة هاي هاي يونيك وهاي يونيك التو رولز يونيك بهاي الحالة شو هو؟ مع المانديتوري مع المانديتوري ممكن انها تصير ايدنتيتي ليش ممكن؟ طب ليش ممكن؟ ايه قصدي يعني بتصير ممكن يعني وقتها بتصير ممكن تصير ايدنتيتي وقتها بتصير كي اما هاي هيك لحالها مش ممكن تصير مش ممكن لاحظوا انه هون هي باي ديفولت هون فيش داعي نحطها لانها باي ديفولت بس هون ما حطيناش هاي تطلع لنا حالي زي انت تعدل المعادله هذه اللي كتبتها كي يساوي يو زائد ار خلصنا شوي هضمتوها فهمتوها ولا شيء فهم الكل فهم بس هضمنا لسه بس انت حكيت كل انتيتي لازم نحط لها ايدنتيتي كل انتيتي لازم هيك هيك انا صح الدايجرام هيك سنيش انا اللي بسأل مش انت هلا هاي شيء وين كل هاي هاي انتيتي وين العيدين تبعها يونيك يعني هاي هاي انتيتي لا ماله يعني هيك بس كل فالي ممكن يكون لها انتيتي ممكن لا هلا لو هاي إلها هون نيم ما حطيتش حطيت هاي هون بس في مشكلة اه في مشكلة لا فيش مشكلة ما دام صارت هاي فاليو مش مشكلة معناته مش انتيتي هل كل انتيتي في هذا الدايجرام له ايدنتيتي صح في انتيتي واحدة والايدنتيتي تبعها بس هل كل فاليو لازم كلها ايدنتيتي لا مش بالضرورة الفاليو ما لهاش ايدنتيتي هي فاليو ايدنتيتي يعني ما نحكي يونيك إلها لا انه احكي لا ايدنتيتي يعني لها كي اكيد مش بالضرورة هضمتوها انه لازم يبقى من هون ومن هون ومن هون وهاي باي ديفولت تصير ايدنتيتي طب بالنسبه للدايجرام اللي شرحه انس الحصه الماضيه حط الاي دي جوا البيرسون لسه ما خلصت هلا ما دام فينا في اختصار مرات بكبر هاي شوي هيك وبحط بين قوسين اي دي هاي بالضبط نفس هاي اختصار لهاي انه لما اشوف هاي معناته في فاليو مرتبطه بارتباطها وعليها هون ميونيك وهون ميونيك ومن هون مانديتوري وبما انها فاليو كمان باي ديفولت هيك معناها هو بس اختصار فهمت هاي واحد هاي وضحت انه ليه لانه ليش معناته لازم نحط هاي هون ليش لازم هاي هذا المثال بوضح لكم كيس انه لازم يبقى لها يونيك وضحت هلا خذوا هالتشالنج الثاني هذا طيب افرض انه هاي اي دي بس ايش ان يا نمبر لا اي دي كارد عشان ما تخربشش اي دي كارد شو هو الايدنتيتي تبعت بيرسون هون الاي دي كارد تبعه هل كل انتيتي لها ايدنتيتي هون لا اول شيء نو خلينا نشيل الانتيتيز اللي عندنا بيرسون لا سوري نمحى هاي بيرسون واي دي كارد طيب ما هي هاي مانديتوري
بيرسون إلها هل هاي تحقق لها شرط المان الايدنتيتي؟ اه تحقق لسه لا. الثاني مش مانديت. الثاني مش مانديتوري. اه صح. لازم احط المانديتوري. لازم احط المانديتوري. حطينا المانديتوري. برضه الثاني. هل هاي المانديتوري هل هاي اي كان بي ايدنتيفايد؟ لا لسه. شو ناقصها؟ الاي دي مست. وين وين الاي دي مست؟ اي دي كارد. هلا شو الايدنتيتي تبعت بيرسون؟ الايدي كارد. الايدي كارد. اه اللي ناقص مش للبيرسون ناقص لمين؟ الايدي كارد. هلا هاتوا نعمل شيء للايدي كارد. نفترض انه بنقول اي دي كارد نمبر فاليو وبنحط عليها يونيك وهاي مانديتوري وهاي مانديتوري. تحققت الشروط هو؟ اه تحققت؟ تحققت. هضمتوها؟ هضمة؟ نسأل السؤال اللي بعده. طب شو الاي دي تبعت هاي؟ اي دي كارد. لا الاي دي كارد. بس الاي دي كارد انت ايدنتيتي شو المعلومات اللي اعطيك اياها عشان تعمل ايدنتيفيكيشن لبيرسون؟ اعطيني الاي دي كارد. الاي دي كارد انتيتي ما تنسكش. الاي دي كارد لكارد معين بعطيك البيرسون. كمان مره خليه انتوا فاهمين بس مش حاضرين. شو يعني فاهمين ومش حاضرين؟ فاهمين اه مقتنعين بس مخبصين. لا لا مش حاضرين. مش حاضرين. مش قادر تبني عليه. مش حاضرين عشان تدخل مليح وتصير فاكت فلازم نهضم. طلع نهضم هم الله. هلا ها سوري. هلا هاي مش ملموسي. هاي لما تبكى انتيتي هاي مش بالي. معناته مش ملموسي. هاي ملموسي؟ هاي مش ملموس. إشي مش ملموس. مثلاً البيرسون ملموس. هلا الاي دي كارد. الاي دي كارد إذا كان انتيتي معناته برضو مش ملموس. بس الاي دي كارد هو إيش؟ بيعمل ايدنتيفيكيشن لبيرسون. مزبوط؟ هلا فاحنا بدنا نروح بنقول اه هاي الايدنتيتي تبعتها الاي دي كارد وهاي الاي دي كارد نمبر معناته هاي الاي دي كارد معناته اعطيك الاي دي كارد نمبر تبع فهمتوها؟ اه بس ك يعني جمله هيك بيرسون شو الايدنتيتي تاعته؟ ايدي كارد تجاوب على الدايجرام. ايدي كارد يعني اعطيني الاي دي كارد نمبر اعطيك بيرسون. اي دي كارد نمبر لاحظ انه لو له ايدنتيتي ثانيه باسبورت والباسبورت ماله؟ له اي دي له برضه اي دي باسبورت نمبر وهي مانديتوري ها؟ بهي الحاله انتو ايدنتيتي بيرسون. طب استاذ وقت صرنا وقلنا الاي دي كارد وربطنا الاول ثاني بسير بس ما هو بجوز هون بلزمنا نحط الاي دي كارد ايش يود ات لونه شكله واخضر ولا ازرق وإله وين انصدر ازرق احنا مثلا ازرق فيعني هاي بيكون مرات معها معلومات كثير. طيب دكتور معلش بدي اربط شغله في النقاش اللي صار المحاضره الماضيه عن الديزاين اللي عملته هسه في شبه بين هاي الكيس والكيس تبعت النيم لما قلنا انه عندي نيم وبفضل خلي احنا جايين احنا للامثله اه بس سجل السؤال هذا اوكي بس هاي وضحت انه كل ايدنتيتي كل انتيتي لها لازم كلها ايدنتيتي والايدنتيتي لازم كمان دوتري ويونيك ويونيك وكذا وهاي ممكن يعني انت عمليا يبرو ذكي يعني انت عمليا زي بستعير كي من انتيتي ثاني
يعني ال entity كانت بي a key for another entity. هاي رول صحيح. بي a key or identity. إذا كانت بس entity مزبوط. ال value تبعت. value تبعتها. كان بي. بتعيرها للي بعدها. طيب. يعني قصة طويلة. هلا هاتوا نتطلع على المثال اللي على اللوح في السلايدز. شي هاي بيرسون هاتوا نقراها. بيرسون هاز سور نيم. بيرسون ليفز ان سيتي والسيتي هاز سيتي نيم. بيرسون هاز اي كيو والاي كيو هاز اي كيو نمبر. وبيرسون هاز ماس والماس هاز فاليو. والبيرسون has chest size of a length وhas height of a length واللينث إلو value. هلا شو الايدنتيتي تبعت سيتي يا ديما؟ السيتي نيم. السيتي. وشو الايدنتيتي تبعت اي كيو يا شريحان؟ في اي كيو نمبر. ليش؟ لانها يونيك يونيك ماندتوري يونيك يونيك ماندتوري. شو الايدنتي تبعت بيرسون يا عمال؟ والله ممكن تعمل ايدنتي سبب انت كثير هون. يلا هاتوا هاتوا ندور على قديش ايدنتي للبيرسون. سيرنيم. سيرنيم ممكن. وال ممكن من هاي الجهه؟ طبعا سيتي نمبر. لا لا مش هيك مش هيك سيرنيم. لا لا مش يونيك. مش يونيك. فيشيونيك هون. فيشيونيك هون. مدام فيشيونيك هون. طيب. هون. لا. لا. هاي الناحة. لا. لا. هاي الناحة. طب هاي الناحة. الثنتين مع بعض. بس السرنة. بس السرنة. شو قصدك يا أنس؟ الثنتين مع بعض. هاي وهاي. لأنهم مانديتوري ويونيك. بس ممكن تصير. ممكن تصير كمان. كي او ريفرنس في بينهم جوينت هاي دستين في بينهم مانديتوري دستين مانديتوري هون اي سوري لا انا سوري انا لو هاي اكسترنال يونيكنس كان صارت هذا هم ضللنا احنا فطيب من هاي الناحيه قديش كي لها بس اللي فوق منيح لحد هون ممتاز شو حكيت ناقص 5 زائد 10 مش عارف ايش بعدين نروح كيف؟ كان خصم وين؟ ناقص 5 زائد 10 اللي ما عملش مش عارف ايش بعدين ضاع بالتكون جنكتيف تبعتها مظبوط؟ هلا مظبوط هلا كل انتيتي الها كل انتيتي يعني اوبجيكت تايب ماست هاف ان ايدنتيتي وذا ايدنتيتي از اتشيفد اف ان انتيتي هاز مانديتوري ام يونيك رول او رولز This is not important. Ontology. Implicit in ontology and modeling. لما نعمل نبني ontologies هاي الفكرة إنه كل entity لازم كلها identity بتطلعش عليها. مرات بقول لك مرات بقول لك لأن هناك نعملش data modeling. نحطش constraints. هاي الأشياء أقرب للابليكيشن. شو الماندتوري وشو يعني فينا في حدا كان يحكي نيكولا غوريلو ما بدناش نقول ماندتوري بنسميه نيسيساري ضروري مش اجباري ضروري اجباري حسب الابلكيشن فعلى كل حال ثاني جوا ثاني جوا في اي سؤال في اي سؤال على الماندتوري وضحت الماندتوري انه بس في شرط ديسجنكتيف ماندتوري إنه أور أورينج كأنه هاي أور معناها إنه اللينث يا هو بيكون يا لطول شخص أو أور أور حجم خسر خسر شخص أور بوث أو بوث طب في إكس إكسكلوسيف في يعني كيس بتكون إنه إكس أور يعني يعني يا هاي أو اثنين لا يعني بدون الكيس الثاني كيف يعني مثلا انه يا بيلعب المنبر في التيم اما بيلعب او انه مدرب انه مش بوز انه يلغي البوز بالاورين ما فيش الاورين ما فيش بالاورين ما فيش سوري انا طب ما فيش امكانيه معلش
معلش أوضح. أنا بعطيك مثال أشمل. أنا بعطيك مثال. سؤال كبير. أنا غلطت وبدي أرجع على غلطتي. غلطت لين استعجلت من الأوعر ما فيش فيها. عشان المثال يثبت إنه في عنا شخص بيرسون وفي عنا كومباني وفي عنا هذا ماله هاز أكاونت بانك أكاونت يعني أو خلينا نقول أكاونت مش أكاونت نمبر يعني والأكاونت له معلومات أخرى هلا هذا هاز وهذا هاز أني ما ندري عندما نسأل في الدومين تبع البنك الإسلامي العربي هل الأكاونت مجبور يبقى لشخص؟ طبعا. طب هل الأكاونت مجبور كمان يبقى لشركة؟ لا مش بالضرورة مجبور يكون لشركة؟ هو لازم يكون ما هو لا هو في شرط معناته إذا حطيت هاي وهاي أول شيء شو معناها هاي وهاي يا عبيها؟ لشخص ولا شركة؟ إنه لازم نفس الأكاونت يكون لشخص ولا شركة؟ خلاص طيب ما بزبطش بتقبلوها؟ لا لا لو حطينا هاي تقبلها يا لشركة يا لشخص يا لاثنين مع بعض غلط برضو إذا كانت هاي مانداتوري بتكون إذا كانت هاي نطنل بمعنى آخر في إشي بعد ليتر بناخذه بنحط كمان إشي هون إكس بنحط طبعاً اثنين مع بعض بعمل اللي إنه يا هاي ليس لك ذي في أي سؤال آخر؟ في الرول تنقلها على تحط الكونسترينت على الرول الثاني لا 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 أنا بقصد إن يعني هاي وهاي بصيرش يتساوين اللي بيورد هون ان هاي اكاونت 1 2 3 اذا ورد هون فوق ممنوع يورد هون واذا ورد هون ممنوع يورد هون انا بقصد كسنتكس انا كسنتكس يا مرسوم تستعجلش انت احنا جايين عليه طيب يا نحطها هيك واحد لحال كل واحد لحال او نعمل هاي فوق هاي اكس كسنتكس بس خلاص بديش ادخل فيها لانه هذا جايين المحاضره اللي بعد دكتور هسه في نفس الرسمه لو كان عندي انا يعني قصدي بعرفش اذا التعبير صح ولا بس اذا كان عندي ديسجنكتيف مانداتوري بطلنا نحكي ديسجنكتيف بس الناحيه الثانيه من الرول حطينا عليها اكسترنال يونيك بس طيب يلا السلام عليكم شو بيكون هذا بالضبط؟ كمان مره يعني انت عندك على من جهه الاكاونت انت عندك الشيء المانداتوري ماشي من جهه الاكاونت عندك هاي مانداتوري ايوه نفترض جدلا ان هاي انا ما فيش الناحيه الثانيه من الرول عندي اكسترنال يونيكنس مش بتحقق الشيء اللي بتحكي فيه يعني حط هون بين بيرسون شوي قصدك احط هون ليش بمعك يو هات تحط اي بي سي عشان ما تخربشوش في اكاونت A B كمان مرة يلا هل هاي قصدك تقول زي A و B بيعملوا ايدنتيفيكيشن لسي لا 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 انا بدي احد جاوب على هذا السؤال هذا الوليد ما فيش مجال هو لازم يكون رنان لازم يكون مانداتوري شو خلاص انا كنت تشنك يا اخي انت اسمك وين؟ بزبط هو لانه في يونية وفي مانداتوري القصه يعني بتحكي لي انت مع بعض شو الايدنتيتي تبعت سيو واحده منهم لازم مش الثنتين ما ينفعش الثنتين بس اذا تحط الحك انا تصير الثنتين كيف يعني لا بس مش الثنتين مع بعض قصدك هاي وهاي ليه هو انت هيك يعني انت حكيت طب منهم طب ها عشان ما خربش كيش ما انت حكيت واحده منهم مش عشان ما خربش كيش ها برسم هن هيك لا مش هاي المشكلة اها وبعدين اذا انت حكيت بدك واحدة منهم مش الثنتين
يعني يا لا لا انا اللي بقول انا سؤال لا انا حولت سؤالي انا محيط بنك وهذا انا بقول هل شو الكي شو الريفرنس تبع الايدنتي تبع سي اذا بدنا هنا لازم واحده من الشيئين يا اي يا بي هون بالضبط هون ممكن يكون اي او بي اي او بي او بوت ما حكيت لهم شلت البوت زي ما حكيت لا 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 هاي هاي هي طلع هون انسى انسى شو قصتنا شو نكلكب شو نكلكب بس هلا صفي دائما بوت هلا هاي معناها هيك السؤال في عندي A و B ما values في عندي C عندي A و B مع بعض اسمعني في عندي C ما هاي وفي عندي هذول انسى شو نكلكب ماشي وبعدين هذول هاي مع بعض عملنا بعدين تلسي مش عادتي يونيك لسي هلا وبعدين في عندنا هاي يعني معنا اخر هون اسم هون شخص نرجع للمثال السابق شخص واسم ومكان الميلاد هلا كل هاي شو معناها انه الاسم ومكان الميلاد مش بيعطيني كي يونيك لشخص بدنا ندقق هسا بدنا نحكي ادق زمان ما كنا نقول يونيك يعني عشان بس نبسط هلا نكون ادق مور بريسايز هاي وهاي بالنسبه لهذا الكونسترينت انهن يونيك بالنسبه لسي مزبوط هلا هاي شو معناها انه لازم انه الشخص إله اسم أو يا إله اسم أو مكان أو مكان ميلاد أو كلاهما أو كلاهما هل هاي وهاي كافيات إنه يكون identity لا الشخص هذا سؤال لا ليه بدي كمان عندي شو اسمه حط يونيكنس كمان هون ما خلص هاي طب حط ها لا ما بنفع خلينا سالكين لا ما بنفع اسمعوا اول شيء حكينا اول شيء الكي لازم يكون يونيك وماندتري هلا عندك الماندتري يا هاي يا هاي بس التنتين يونيك طب كيف بدها تزبط يعني اذا صار هان هاي الرول اللي عندنا يعني البديل سبلت الماندتوري هلا هاي اذا هيك مزبوط صح هلا احنا شو كنا انه انا اذا بدي اعملهم جوين بصير يا هاي يا هاي يا هاي فهموا في حاله معينه تطلع انهم اوكي واحد منهم نال تتبطل تفرجوا عليها على الفيديو كمان مره عشان ضروري هاي مضطر امشي على الخلص هلا بريك دقيقتين بعدين بنبلش مش مشكله ما ضلش فينا اعطيني ساعه مباشره مناقشه مش مشكله معلش خلينا مضطرين نوقف